السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نشرح التربية الإسلامية للصف التاسع الفصل الدراسي الأول. أولا نعطيكم ملخص بسيط للدرس وبعد ذلك ننتقل للأسئلة. طبعا في الوحدة الأولى نتحدث عن التجويد، أعطيكم ملخص بسيط عن التجويد. طبعا المد اللازم هو المد اللازم الكلمي واللازم الحرفي ومفهومه. المد اللازم هذا هو الملخص للمد اللازم. أولا مفهومه هو أن يأتي حرف المد ويأتي بعده حرف ساكن سكونا أصليا أو حرف مشددا، سواء كان في كلمة أو في حرف من الحروف المقطعة. مقداره طبعا أجمع القراء على إشباع مده إلى 6 حركات. سبب التسمية، سمي هذا المد اللازم للزوم مدة 6 حركات. طبعا أقسامه هي اللازم الحرفي واللازم الكلمي. اللازم الحرفي حرفي مخفف وحرفي مثقل. الحرف المخفف هي القاف والألف واللام والراء، والحرف المثقل عفوا هي الطاء والسين والميم والألف واللام والميم. طبعا هي حروفه نقص عسلكم. اللازم الكلمي هي كلمي مخفف وكلمي مثقل. الكلمي المخفف هي مثل الآن، والكلمي المثقل الضالين. طبعا المد اللازم يوجد في كلمات مثلا ضالة، تأمروني، العادين وغيرها. نلاحظ أن حرف المد جاء بعد حرف ساكن أو مشدد، والحرف المشدد عبارة عن حرفين طبعا له اللي هما ساكنة والثاني تكون متحرك. المد اللازم هو المد الذي يأتي بعد حرف المد حرف ساكن أصليا، ومقدار المد في عندنا 6 حركات لزوما. أولا المد اللازم الكلمي المثقل والمخفف. المد اللازم الكلمي المثقل هو حرف المد الذي يأتي بعده حرف مشدد، والمد اللازم الكلمي المخفف هو حرف المد الذي يأتي بعده حرف ساكن غير مشدد. ثانيا المد اللازم الحرفي المثقل هو أن المد اللازم يكون في كلمة في كلمات يكون أيضا في الحروف، فإذا وجد في الكلمة سمي مد كلميا، وإذا وجد في الحرف سمي مد حرفيا. أما هنا نتكلم عن المد اللازم الحرفي المثقل، هو أن يقع بعد حرف المد ساكن سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء بشرط أن يكون فيه تشديد، ويكون في الأحرف التي هجاؤها 3 أحرف على أن يتوسطها حرف المد. أما الحرف المد اللازم الحرفي يكون في هجاء الحرف وليس في رسمه بشرط أن يكون الحرف الممدود متوسطا بين حرفين. عندنا هنا معلومات مهمة. المد اللازم الحرفي يأتي فواتح السورة المبدوءة بحروف مقطعة. أما الحرف المد اللازم الحرفي مجموعة في قولهم سنقص عليك. الحروف المجموعة في قولهم حي طهر تمد مدا طبيعيا. ثالثا المد اللازم الحرفي المخفف هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء خاليا من التشديد، وسمي مخففا لخفة النطق به نظرا إلى خلوه من التشديد والغنة. مثال ذلك الميم في ألم. وأيضا هنا حل النشاط، طبعا هذه إجابات لحل النشاط الأول والثاني. وأيضا الأول عندنا حرف مد اللام، ونوع المد مد لازم حرفي مخفف. أما المثال الثاني هنا لدينا في المثال الثاني هو حرف المد هو حرف المد اللام والميم، وكذلك نوع المد في اللام مد لازم حرفي مثقل. هنا في الميم المد اللازم الحرف المخفف. طبعا نكمل أن النون هو النون، والقاف هو قاف، والطاء سين هو سين. الفرق بين المد اللازم الحرفي والمخفف والمد اللازم الحرفي الكلمي المخفف، إن المد اللازم الحرفي المخفف هو ماذا؟
هو أن يأتي بعد حرف المد ساكن سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء خاليا من التشديد، وسمي مخفف لخفة النطق به نظرا إلى خلوه من التشديد والغنة، مثل ذلك الميم في ألم. وكذلك المد اللازم الكلمي المخفف هو حرف المد الذي يأتي بعد حرف ساكن غير مشدد. طبعا عندنا حل أسئلة الموضوعية وهي 1 و2 و3، وكذلك هنا 4 و5 و6 و7 و8 و9. عن الأسئلة المقالية، المد اللازم هو أن يأتي فيه بعد حرف المد حرف ساكن سكون أصلي، فسبب التسمية بهذا الاسم لأنه سكون أصلي الموقع في كلمة أو حرف المقطعة أوائل السور، وهذا السكون سكون لازم لا يفارق الكلمة أو الحرف في الوصل أو القطع. المد اللازم الكلمي المثقل هو الحرف الذي يأتي بعد حرف مشدد. طبعا إجابة على السؤال هو كلمي مثقل واللام الحرف المثقل والحرف المخفف، والحرف المخفف أيضا مد طبيعي. كذلك هنا المد الطبيعي والمد اللازم الحرفي المخفف. هذه هي الأسئلة والإجابات والملخص للوحدة الأولى من كتاب الصف التاسع. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف التاسع لتعم الفائدة وأيضا الاشتراك في القناة، وشكرا لكم على حسن